خليني أخد على الطرف الآخر ومن الجهة الأخرى في العالم المحلل السياسي ماك شرقاوي من أمريكا، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بجمهورك الكريم في مصر وكل الوطن العربي. الله يخليك، الله يخليك سيد ماك. كيف ترى هذه الأزمة ومحاولات نزع فتيل هذه الأزمة؟ يعني كنت أتحدث مع السيد تيمور دويدار من روسيا، فإنه الحديث كله هو العودة إلى معاهدة مينسك، إلا إنه يعني كنت أسأل، وهل من الوارد أن يكون على طاولة المفاوضات ولو بشكل غير معلن أيضا قانون كاتسا؟ أنا سمعت طبعا اللي قاله الأستاذ تيمور، وطبعا في مغالطات كثيرة جدا. المشاهد العربي لازم يعرف حقائق الأمور. يعني عندما نتحدث عما حدث في 2014، فيكتور يوفانوفيتش اللي هو الرئيس الذي يوالي الروس ويحقق مصالح الروس، كانت هناك اتفاقية مع أوروبا مع أوكرانيا وقفت ضدها روسيا، وقفت ضدها الرئيس فيكتور، وبالتأكيد صار عليه الشعب الأوكراني وهرب إلى موسكو. وده اللي خلى الرئيس بوتين اشتاط غيظا أنه كان يريد أن يكون موجود هناك حتى ينفذ يعني الدور المرسوم له من موسكو. فعندما تحررت أوكرانيا من براثن يعني الدمية الروسية، يقال عليهم القليبيون، سبحان الله، من موجودين في اقليم دونباس اللي هم الاقليم الشرقي، دونستيك ولوهانسك واقليم القرم، دول حوالي 10 مليون من الاوكرانيين من حوالي يعني 40 مليون اوكراني، و 50% منهم واكثر موالين لاوكرانيا اوكرانيين، و يعني حوالي 45% موالين للروس من العرق الروسي. 70% منهم قد يتحدثوا الروسيه في هذا الاقليم، ولكن هم طلبوا انهم يبقوا موجودين مع اوكرانيا ورفضوا الانضمام الى روسيا اكثر من مره. لكن التصويت في القرم كان يصب في الصالح الروسي. القرم فقط يا فندم، انا بتكلم على القرم، ده جزء صغير قوي من اقليم الشرقي اللي هو دونباس، اللي هو اللي فيه النهارده عايزين ينفصل وعايزين يحققوا تقرير حق المصير، طبعا بدعم من روسيا غير محدود وقوات روسيه. هناك اقليمين طالبين الانفصال، وان كانوا حتى حزوا دونستيك ولوهانسك بالظبط، وهم دول اللي خدوا ان كان اعتراف فردي من روسيا الاتحاديه فقط باعتبارهم جمهوريات منفصله. حتى النهارده مفيش اعتراف. ليه؟ مجلس الدوما بيطالب الرئيس بوتين بالاعتراف، ولكن هو لو اعترف بيهم جمهوريات مستقلة يبقى كده هو بيسقط تماما اتفاق مينسك اللي تم في بيلاروسيا في يعني في 2014، وهو ده الاتفاق الذي يوقف به اطلاق النار ما بين الجيش الاوكراني وما بين الانفصاليين المدعومين من روسيا. واللي النهارده روسيا حاسه وفقا لتصريحات السيد اوستن وزير الدفاع الامريكي النهارده 150 الف موجودين على الحدود، وقال الوزير اوستن ان يتقدموا الى الامام ويعززوا من المؤن ومن المعدات ومن احتياطيات الدم، وانا كجندي سابق ما فيش حد بيفكر في الانسحاب وبيعمل هذه الاجراءات، هذا التفكير الى اجراء العمليات العسكريه او الهجوم. ثم الشيء الاخر الثاني، النهارده كان الوزير بلينكن في مجلس الامن وشرح بالتفصيل قدام مجلس الامن الخطه المتوقعه من الروس ان هم يستخدموا القصف اللي تم النهارده من الانفصاليين الموالين لروسيا على اوكرانيا، وهم بيدعوا ان كييف هي اللي بتقصفهم، وهناك خروقات لاطلاق وقف النار، وقف اطلاق النار ما بينهم وفق اتفاقيه مينسك، وده ممكن يكون ده الذريعه اللي روسيا تقول انا هحمي اقليم دونباس ودونستيك ولوهانسك، وان في تطهير عرقي وممكن يبقى في تمثيليه تتعمل لاستخدام اسلحه كيماويه او استخدام اسلحه محرمه حتى يكون ذريعه للدخول الروسي. طيب روسيا عايزه ايه؟ روسيا النهارده بتطلب طلب جديد من الولايات المتحده الامريكيه بان تسحب من الولايات المتحده الامريكيه، مش حلف الناتو، امريكا تسحب قواتها من شرق ووسط اوروبا ودول البلقان. طيب الولايات المتحده الامريكيه تشارك في حلف الناتو بتقريبا 25% من قوه الحلف العسكريه والسياسيه والماليه. يعني القوات الامريكيه الموجوده موجوده وفقا لشرعيه لقوات حلف الناتو المتواجد في دول حلف الناتو. فالولايات المتحده الامريكيه موجوده وجود شرعي.
النهارده الطلبات بدات تزيد، سقف الطلبات من الرئيس بوتين. بالتاكيد امريكا رافضه هذا الكلام وتطالب بسحب القوات تماما من على الحدود ورجوعها الى السكنات، ثم ترسل موسكو المفاوضين للجلوس على طاوله المفاوضات. انا قلت تصريح في بدايه الازمه ان الرئيس بوتين قد وضع المسدس على طاوله المفاوضات. يعني كيف تتفاوض وانت تحشد 150 ألف جندي لاجتياح دوله اوكرانيا؟ اعتقد ان يعني الامور بتتصاعد. النهارده في تصريح من امين عام حلف الناتو في منتهى الجديه، قال سوف ندعم الجيش الاوكراني حال اجتياح روسيا لاوكرانيا ماديا وعسكريا، ودي اول مره تتقال الدعم العسكري من حلف الناتو. ده من حلف الناتو بيقول سوف ندعم كييف ماديا وبالسلاح وبالعتاد. نشر قوات حلف الناتو الفتره الاخيره وقوات هجوميه لحلف الناتو، ده بالتاكيد بيعجج الموقف هناك. طب بس هنا 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 سيد ماك، الحلف هيفعل قواته ولا يقدم الدعم من خلال العتاد العسكري وايضا الدعم المالي؟ يعني هل هيتم تفعيل قوات على الارض الاراضي الاوكرانيه في مواجهه روسيا ان حدث في الامر يعني اشعال للحرب؟ النهارده تصريح صريح من امين عام حلف الناتو قال سوف ندعم الجيش الاوكراني ماديا وعسكريا. عسكريا تحتمل الوجود العسكري؟ حضرتك عارف عسكريا تحتمل الوجود الفعلي وتحتمل فقط السلاح والعتاد، وتحتمل ايضا الغطاء الجوي، تحتمل ايضا القصف المدفعي. يعني ما الدعم العسكري مش بس ان ترسل قوات على الارض، مش بتعتقد 125,000؟ طب ما هو نفس القصه، وصححني لو انا غلطان، 300,000 مواطن جاهزين يبقوا مقاتلين. شفت الستات الاوكرانيات وهي ماسكه السلاح؟ النهارده في 325,000 اوكراني واوكرانيه مسلحين النهارده للدفاع عن بلدهم اذا تم اجتياحهم من روسيا. طيب احنا دايما بنتخيل ان روسيا عندها حق. لا لا، احنا هنا مش بنناقش مين عنده حق بصراحه. لو بتسالني انا هقول لك انا لا اريد حرب على الارض اطلاقا، مش بحاله طوبويه يعني. انا فاهم تيمور بس استفزني باللي بيقوله ده. ويمكن لو لسه تيمور ديدار معانا يعني يا ريت يبقى يدخل برضه معانا في هذه المناقشه، اتمنى يعني. لكن انا هنا يجي سؤال يا سيد ماك، او سؤالين تحديدا. السؤال الاول زي ما نقول كده دايما في جمله كثيره استخدام ما اشبه اليوم بالبارحه، نيكيتا خروتشوف وفيدل كاسترو 62 على سبيل المثال، وازمه الصواريخ الكوبيه ادت في الاخر خالص انه كينيدي سحب القوات والعتاد من تركيا في مقابل عدم وجود او برضه سحب الصواريخ الروسيه من كوبا. لم يعلن ذلك انذاك وانما اعلن لاحقا بعد سنين يعني. وبالتالي احنا كنا على وشك حرب ما بين موسكو وواشنطن في هذه المرحله في 62. 22 الكل يتحدث عن حرب، إلا أنه هل من الوارد أنه أيضا يتم نزع هذا الفتيل بتاع هذه الحرب اللي نرجو أنها لا تحدث على الإطلاق، ولكن باتفاقات قد يكون بعضها غير معلن؟ وارد طبعا أن يتم نفس السيناريو يعني 1962 وأزمة الصواريخ الكوبية يعني في هذا الوقت، ولكن الأمر مختلف هنا. لأن روسيا أرسلت يعني قواعد لصواريخ نوويه على حدود الولايات المتحده الامريكيه، يعني قبلت مياني في الولايات المتحده الامريكيه. ما هو برضه لو اوكرانيا بقت جوه الناتو، لو اوكرانيا بقت جوه الناتو، خليني ابقى اقول لك بامانه، ما هو ده معناها ان امريكا بقت على حدود روسيا. هي مش فارقه. طب امريكا مش على حدود روسيا. طب ما حضرتك لو بصينا على الخريطه هنلاقي لاتفيا ولتوانيا واستونيا وبولندا كلهم على الحدود فيما عدا بيلاروسيا، يعني تبقى بيلاروسيا القلعه الوحيده الباقيه يعني. يعني لو اطلق صاروخ من بولندا او اطلق صاروخ من استونيا او لاتفيا على موسكو، نفس المسافه من اوكرانيا. يعني اوكرانيا يعني لها وضع خاص. ليه؟ هقول لك لها وضع خاص ليه. افتكر معايا في 1991 اما انهار الاتحاد السوفيتي، اقليم الدنباس كان يتبع لروسيا. اقليم دنباس اللي هو الشرق النهارده كان يتبع لروسيا، وطالبوا الانضمام الى اوكرانيا، هم اللي طالبوا وانضموا الى اوكرانيا. طبعا روسيا مش قادره تنسى الموقف ده وتريد استعاده اقليم دنباس باي شكل، لان بالتاكيد لها استراتيجيه عسكريه، والمياه الموجوده امامها هي مياه ضحله، المياه الموجوده في البحر الاسود من المنطقه الاخرى من اقليم دنباس مياه عميقه
وبالتأكيد تنظيم السيطرة من خلال يعني وضع القوات ونشر القوات الروسية في هذا المكان. وما بالتأكيد ده تخوفه من دخول أوكرانيا ودخول كمان جورجيا خلي بالك إلى حلف الناتو. طيب السؤال، هل مفيش قوات لحلف الناتو على الحدود الروسية في لاتفيا وأستونيا وفي بولندا؟ موجود القوات، وهل لا يوجد نشر القوات والصواريخ المتوسطة والصواريخ القصيرة بعد ما انتهت ستارت واحد وستارت اثنين اللي روسيا أفشلت المفاوضات فيها مع ترامب، وفعلا في نشر صواريخ النهاردة موجود على الحدود في دولة بلقان؟ طيب التهديدات موجودة.